السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في هذا اليوم جورنال فير جاب عنوان الرجاء الرياضي يضع هدفا لبيع 20,000 بطاقة اشتراك. وفي تفاصيل الخبر وضعت إدارة فريق الرجاء الرياضي برئاسة رشيد الأندلسي نصب أعينها هدف الوصول لبيع 20,000 بطاقة اشتراك على الأقل، وكيسعى الفريق الأخضر لتحقيق هدفه من خلال وضع خدمة توصيل والأداء عبر بعض الوكالات البنكية من أجل تشجيع المحبين على اقتناء أكبر عدد ممكن من البطائق، وذلك لتوفير سيولة مالية مهمة لخزينة الفريق. وكان فريق الرجاء اعتمد خدمة توصيل داخل وخارج المغرب من أجل تمكين جماهيره في الدول الأخرى من اقتناء بطائقهم والتوصل بها بحال الجماهير الخضراء الموجودة في المغرب. وفي نفس السياق وضح فريق الرجاء من خلال تغريدة عليه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن إدارة فريقه سجلت تفاعل إيجابي وإقبال مهم من جانب جمهور النادي الأخضر، وشدت أنه احتاج لبضع ساعات فقط لتجاوز سقف 1236 بطاقة من حيث المبيعات، واللي نجح الفريق الأخضر في تسويقها خلال اليوم الأول فقط من المبادرة اللي أطلقها المكتب المديري للفريق. قرار جديد للرجاء بعد إلغاء سلطات الرباط لتجمعي التدريبي، وقرر الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي الإقامة في أحد فنادق الدار البيضاء بداية من أمس الجمعة إلى غاية مواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي غدا الأحد، وغيكتفيو النسور الخضر بقاو تدريبهم في الدار البيضاء والتوجه لفندق الإقامة بعد ما تعذر عليهم السفر للصخيرات للإقامة تما والتدرب بالملعب الملحق المركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وربكت سلطات الرباط بشكل كبير برنامج التدريب فريق الرجاء الرياضي، خاصة أنها انتظرت لآخر لحظة وأكدت منها الفريق بالتدرب بالملعب الملحق المركب الأمير مولاي عبد الله، الأمر اللي اضطر مع الفريق الرجاء الاكتفاء بالتدرب المحمدية. الاتحاد المنستيري التونسي يرفض تغيير المواعيد التدريبيه الرسميه بدونور، ورفض فريق المنستيري التونسي تغيير مواعيد اجراء حصته التدريبيه الرسميه بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء من 10 صباحا ل 5 مساء، وهو التوقيت اللي غيواجه فيه فريق الرجاء برسم ذهاب الدور المؤهل لدور المجموعات كاس الكاف. ووضحت مصادر خاصه ان مسؤولي الرجاء الرياضي خبروا الفريق التونسي بان مباراه الوداد امام كايزر شيفس الجنوب الافريقي تلغات وبامكانهم التدرب مساء ملعب مركب محمد الخامس، غير انهم رفضوا ذلك وطلبوا وضع الملعب رهن اشارتهم صباح اليوم السبت. يشار ان بعثه الفريق التونسي حلت بالمغرب عصر امس الجمعه وتوجهت بعد وصولها لمقر اقامتها بالدار البيضاء للملعب الوزيس لاجراء حصه تدريبيه لازاله العياء بعد انتهاء الحصه التدريبيه للفريق الاول الرجاء. الحسين عموتا خلاف زنيتي مع البوفتيني بالكاميرون ايجابي، ووضح الحسين عموتا مدرب المنتخب المحلي ان الخلاف اللي ينشب بين انس زنيتي وزميله في خط الدفاع سفيان البوفتيني ايجابي حيث كيأكد حماس اللاعبين معا ورغبتهم في تفادي تلقي اي هدف. وضاف الحسين عموتا في حوار خاص مع قناه الرياضيه انه كان كيطلب من انس زنيتي التحدث مع المدافعين وتوجيههم خلال المباريات، وهو ما كان كيحرص عليه الحارس الرجاوي وتسبب في نقاش بينه وبين البوفتيني. واكد عموتا ان بحال هذه الاشياء كتعتبر عاديه في كره القدم، خاصه ان اللاعبين بعد كل مباراه كيتعانقوا فرحا بالفوز، ما كيعني ان الخلاف كان كيتطوى مباشره بعد نهايه اللقاء. وكان انس زنيتي دخل في نقاش حاد مع سفيان البوفتيني في احدى مباريات المنتخب المحلي بالشان، غير ان عموتا اعتبر الامر حسب تصريحه جد ايجابي لرغبته في الفوز والحفاظ على الشباك خاليه من الاهداف. مبادره رائعه، جمعيه العش الاخضر تزور حارس الوداد بعد تعرضه للاعتداء. وزارت جمعيه العش الاخضر المسانده لفريق الرجاء الرياضي بدر انور القدميري حارس مرمى فتيان الوداد اللي تعرض للاعتداء من قبل اللصوص حول سرقه هاتفه المحمول قبل ما يتسبوا ليه الاصابه في اليد ديالو، وقررت جمعيه العش الاخضر زياره الحارس الودادي باش يطمئنوا على حالته الصحيه ويرفعوا من معنوياته. في مبادره انسانيه نالت اجابه عائله القدميري وخلفت ارتياح كبير لدى ابنهم المصاب. وكتعتبر جمعيه العش الاخضر من جمعيات المحبين اللي كتطالب بمناهضه العنف بين جماهير الرجاء والوداد، اللي تشاركت في اكثر من مبادره لانهاء الصراعات والشجار اللي كيحدث بين الجماهير الخضراء والحمراء، وخلف حادث الاعتداء على الحارس الودادي سيء كبير لدى الجماهير المغربيه عامه اللي ابدت تعاطفها الكبير معاه، بما في ذلك محبي فريق الرجاء الرياضي اللي تمنوا له الشفاء العاجل وطالبوا بضروره معاقبه المعتدين. سفيان الرحيمي يرد على اشاده صامويل ايتو. وفي تفاصيل الخبر عماد سفيان الرحيمي مهاجم فريق الرجاء الرياضي لرد التحيه والشكر على الدولي الكاميروني السابق صامويل ايتو عقب الاشاده به بعد تتويجه كافضل لاعب في كاس امم افريقيا للاعبين المحليين. ونشر مهاجم فريق الرجاء الرياضي تدوين عبر حساباته الشخصيه بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي على تدوينه السابقه للنجم الكاميروني السابق صامويل ايتو، وقال رحيمي في تدوينته بالحرف شكرا جزيلا صامويل ايتو، انه لشرف لي ان اقرا هذه الشهاده من اسطوره عالميه واللاعب الذي جعلنا جميعا فخورين بقارتنا.
تصريح مستفز من مسؤول باتحاد جدة للرجاء قبل النهائي العربي. وفي التفاصيل قال حميد البلاوي المدير التنفيذي لاتحاد جدة السعودي: إذ لم يكن الأشقاء في المغرب قادرين على تنظيم النهائي العربي، نحن جاهزون لاستضافة المباراة على أرضنا في أي وقت. في تصريح ورد الموقع الإلكتروني السعودي بوابة الأخبار، وضاف المسؤول السعودي بالحرف: حتى الآن لا نعلم أي شيء عن موعد النهائي، والبطولة العربية كلما تأخرت فقدت أهميتها. ورغم أن المسؤول السعودي كيعلم سبب تأخر الحسم في موعد مباراة نهائية البطولة العربية للأندية البطالة، ما ردوا الاتحاد العربي اللي ما علش على تاريخ رسمي بعد، إلا أن المسؤول المذكور أدلى بتصريحه المستفز دون ما يبدأ أي مسؤول بالرجاء أو الجامعة الملكية المغربية عدم قدرة المغرب على استضافة النهائي العربي، الأمر الذي يدخل في إطار التصريحات المستفزة قبل مقابلة الرجاء واتحاد جدة السعودي. شكاية جديدة من الرجاء ضد بيساك لإبعاده عن أولمبيك أسفي. وضع فريق الرجاء الرياضي رسميا شكاية جديدة ضد أحمد مروان بيساك حارس مرمى فريق أولمبيك أسفي، كيطالب من خلال لجنة النزاعات بالجامعة الملكية إلغاء رخصة اللاعب الحارس المذكور بناء على توفره العقدين الرسميين، الأول مع الرجاء الرياضي والثاني مع أولمبيك أسفي في نفس الموسم. وقرر الرجاء الرياضي وضع شكاية جديدة بلجنة النزاعات بعد ما ردتش الأخيرة على استفسار إدارة الفريق الأخضر حول أسباب تأهيل بيساك للعب مع أولمبيك أسفي رغم توفره على عقد رسمي مع الرجاء، وقعوا قبل نهاية عقده الأول مع فريق أولمبيك أسفي اللي نجح في إقناعه بتجديد عقده وأصبح عنده عقدين احترافيين مع فريقين مختلفين في موسم واحد. وكتصر إدارة فريق الرجاء لموقفها بضرورة معاقبة الحارس بيساك أو الحصول على تعويض على الضرر اللي لحق بالفريق بعد ما أخل الحارس المسفيوي ببرود العقد الموقع بين الطرفين. وكانت لجنة النزاعات رخصت البيساك باللاعب الأسفي رغم وضع إدارة الرجاء العقد اللي وقعوا الحارس المذكور بالجامعة، إذ اعتمدت لجنة النزاعات المبدأ نفسه اللي كيعتمدوا الاتحاد الدولي في نزاع أي لاعب مع فريقه، إذ كيمنحوا رخصة لاعب مؤقتة في انتظار الحسم في خلاف القائم بين الطرفين. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.